نهدف لمجتمع دون إباحية. عندنا في المجتمع عدة مراحل وعدة أجناس، عندنا الجنس الأنثوي والذكري. الفئات العمرية بتتأثر في هذه المرحلة، بداية في سن المراهقة اللي هي أشد خطورة. سنة المراهقة ببدأ، خلينا نحكي بالصفوف أو من الأعمار، من الصف السابع ما يقارب أو السادس يبدأ بالتأثر، يبدأ بالنضوج من هاي الناحية. في خطر هنا من المجتمع على المجتمع من هذا المناظر اللي بيصير فيها، أو الأفلام الإباحية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو يتم تبادلها بين الشباب أو في المجتمع بطريقة خفية وسرية طبعا لحرجها. أهم شيء كان في هذا الأمر اللي هو خروج عن الواقع بالنسبة للفرد، وبالنسبة للفرد المشاهد، انه راح يخرج عن الواقع وطبيعة الانسان العادية اللي هي الفطرية، وبالنظر الى هاي الافلام راح يخرج ويأخذ فكرة صورة سيئة جدا عن الحياة الزوجية او عن اي علاقة بالجنس الاخر اللي هو الجنس اللطيف. راح يصير عنده فكر مختلف تماما، راح يتسبب في امراض وكسل وخمول واشياء ثانية. المرحلة التالية اللي فيما بعد اللي هي كمان من للسيدات او للرجال المتزوجين او المقبلين على الزواج، بعتقد انه في مرحلة ما قبل الزواج بكون بتأخر الشاب كثير في هاي المرحلة باتخاذ القرار هل انه سيرتبط او لا. طبعا المتابعين او المدمنين على هاي الافلام راح يكون عنده وجهة نظر مختلفة عن الانسان الطبيعي صاحب الفطرة الطبيعية اللي بده يكون اسرة، راح يكون عنده فكر يختلف لانه بيطلع على عالم مش موجود اصلا، موجود فقط على الافلام الإباحية اللي هو بتابعها. الأفكار الموجودة في هاي الأفلام تغسل دماغه، وراح يصير عنده فكر إنه اللي بيصير في الأفلام الإباحية ممكن يطبقه بشكل عادي وطبيعي، ويتوقع من شريكه للأسف اللي هو في الزواج أو ما بعد الزواج، بتوقع من شريكه إنه يكون شريك معاه في نفس هاي الأفكار، وهاي مصيبة ثانية كبرى قد تسبب طلاق، قد تسبب انهدام للأسرة. مرحلة اللي بحكي فيها الثالثة اللي هي للمتزوجين، في بعض المتزوجين ومرقت علي حالات ما زالوا مدمنين، وهم الزوجين مدمنين على هاي الاشياء اللي هي الافلام. طبعا هذا دمار شامل للاسره، دمار شامل للزوجه للابناء، بصبح الاب قد يصبح مزاجه غير منتظم نهائيا، كسله غير مبرر وكثير، مزاجيته في التعاطي العاطفي مع ابنائه مع زوجته في المنزل راح يكون بياثر عليه بشكل سلبي، بصير انهيار في الحياة العاطفية ما قبل أن تنضج وهو متزوج. طبعا مدام أنه بتابع هاي الأشياء وهاي الأفلام وهاي الصور الإباحية بصير بتوقع من شركة حياته من منزله أنه يكون عندهم الفكر الموجود على هاي الأفلام، وهي طبعا خارج نطاق الأسرة الطبيعية خاصة الأسرة العربية المحافظة. بتكون هاي الأمور في داخله أنه لازم بتوقعها من الطرف الآخر في المنزل، وقد يرى اي اخطاء في المنزل من نظام في النظام الاباحي انها عاديه جدا وممكن تطبق ولا مشكله، ومن هنا تبدا الفكره انه راح تستنتظر اشياء مش موجوده، ويصير يطلب اشياء اعلى من الوضع الطبيعي بالنسبه للزوجه مش مدمنه مثله او اولاده او مجتمع المحيط فيه. هاي صدمه كبيره بتشكل وبتؤدي الى انهيار الاسره بشكل كامل وعام. واتمنى الجميع يكون واعي من هاي الناحيه وما ينسى في الثلاث مراحل، المراهقه وما قبل الزواج وبعد الزواج. طبعا احنا بنحكي عن حلول، اذا بنفكر في حلول فعليا اول شيء لازم نفكر بحلول مبتكره. الانترنت او التكنولوجيا هي مش شيء سيء، بالعكس اي بحث اي موضوع بيصعب علينا قاعدين الان بكبسه زر بنصله باريحيه تامه، كان لنا لاولادنا في حريه والقدره على وصول المعلومة بشكل سهل جدا. لأن فكر خلينا نحكي الفراغ الفكري اللي عند الأفراد الموجودين والمتابعين لهاي المسلسلات أو هاي الأفلام أو هاي الصور، كيف إحنا نقدر كأشخاص، خلينا نعتبر إحنا مثلا ممكن إننا ننساق، إحنا كيف نعالج حال أنا كشاب أو كصبية مراهقة أو كشاب اندليت هاي الأمور، كيف أقدر أعالج نفسي؟ نبدأ بأول إشي ابتعاد عن السهر الليل، اهم شيء والوحده. السهر في الليل مساعات طويله جدا، والوحده لوحدك تسهر لوحدك راح تسبب عندك مشكله، نوع من الفراغ العاطفي والبحث عن ملء الوقت. الان نجي لمساله ملء الوقت في النهار، المول في النهار لازم يكون نهارك
طويل، ولازم يكون في عمل، ولازم يكون لديك فكر تصله حتى تصل في نهاية اليوم عندك القدرة على النوم بأريحية بدون أرق. أغلبية الناس والشباب المدمنين أو أصحاب اللي وصلوا لمرحلة متقدمة في هاي الأشياء بكون عنده في البداية شغف النظر أو المتابعة، أو خلينا نحكي بالمعنى العامي حاب أطلع، حاب أشوف، حاب ألمس، طب شو هم عايش بتطلعوا، طب كيف الفكرة هاي، طب كيف الفكرة هذيك. يبدأ في البداية في حبه للاطلاع، ومن ثم تبدأ عنده الغريزة بتوجهه بطريقة أو بأخرى بحيث أنه يندمج وينجرف، وقد يحاول بعض أوقات يطبق هذا في واقعه الموجود، وهذا راح يكون يسبب له مشاكل اجتماعية كبيرة. إحنا بنحكي من أهم أشياء اللي إحنا لازم نبدأ نتعلق فيها كشاب أو كما عنده مشكلة، أول شيء التقرب إلى الله، نحاول قدر المستطاع نقيس الموازين بموازين الميزان يكون عندك، هل هذا يرضي الله أو لا يرضي الله. أي إنسان بيخطئ وربنا عز وجل بيتوب على الإنسان وعلى العبد. النقطة الثانية الفراغ الجسدي، أغلبية الشباب بيأكل ما شاء الله، بيشرب مرتاح وما عنده أي فكرة أو أي إرهاق جسدي أو أي تدريب للجسد. هسا إحنا بنحكي عن الدين والفكر الديني والإسلام، كثير عالج هالأمور من ناحية الروح. الآن كيف نعالج الجسد؟ بالتوجه إلى الرياضة. أنا أحد الأشخاص ضليع في الرياضة منذ 15 عام، بعدتني الرياضة كمحمد سلامة، بعدتني كثير وبعدتني أشواط واسعة كثيرة وجدا واسعة، وعطتني جاب بعدت عني هاي الأمور بشكل عام، بحيث أنه أنا باجي مرهق جسديا، عندي برنامج صباحي وعندي برنامج مسائي وعندي دراستي وملتزم مثلا دينيا، ما عندي وقت اني اقدر اضيع طاقتي اللي هي الان انا بكره الصبح بدي اصحى، بحيث عندي شيء جديد لما ابدا ادرس هذا الموضوع واطبقه على نفسي. انا بحكي لاي شخص عنده هذا الميول، وابدا اوجه نفسي انه انا ما لازم اطلع هاي الامور، ببدا عندي انا الفكر واشباع الرغبه هاي مش موجود، ببدا يتلاشى تلقائيا، لانه هو اول شيء فكريا وفكري هذا الشيء. ثاني شيء نملأ الوقت الفراغ في المساء، في حال انك قليل صار عندك اي شيء بعد الرياضة نحاول نقرأ في الليل، فترة المسائية نقرأ بعد ما نشوف حال الازاز واحد، اي حدا ممكن يتعرض لعملية الارهاق الجسدي. وهو ثاني شيء، وخلنا نحكي حكينا الدين والرياضة والقراءة، متابعة القراءة هاي. وثالث شيء نحاول ان قدر المستطاع نقرأ تقارير عن مخاطرها على الدماغ وعلى الجسد وعلى حتى على فكرة كإنسان في المجتمع الحالي اللي انت عايش فيه، ايش راح يأثر عليك وشو راح تتحول نظرتك للجنس الآخر، وحتى لبعض أو في بعضها تستهدف الجنس نفسه، المثليين خلينا نحكي بيستهدفوا هاي الأمور، ويصير عندك تحول فكري ونظرة مختلفة جدا عن المجتمع اللي انت عايش فيه. فبنحاول نعالجها في ثلاث أشياء من نظري، الأربع أشياء، بحيث انه أنا أقدر في النهاية أصل لمرحلة انه هذا الشيء في دماغي مش موجود بالمعنى العامي، هذا الاشي اللي احنا بنحكيه واقعي لازم نعالجه والكل بيعاني منه. واغلبية الشباب بشكل عام من كلا الجنسين طبعا سهل جدا يوصلوا له، لذلك علينا فعلا نتطلع حالنا، واللي عندنا كمدربين او كاباء او اي حدا مسؤول يقدر يعالج ويوصل الفكرة لابنائه المراهقين كيف يتخلص من هاي الأمور والأفكار بطريقة تدريجية، بحيث نصل لمجتمع آمن قدر المستطاع. فريق واعي، بحب أوجه لكم الشكر مني أنا كمحمد سلامة بطل العالم للموي تاي، حصلت على لقب العالم 4 مرات. بوجه لكم شكر كثير، أنا زلمة في الأندية الرياضية اللي ما يقارب 15 سنة، أنتوا حطيتوا إيدكم على الجرح، كثير شباب خاصة إحنا نحكي عن القوة الجسدية بيعانوا من مشاكل جسدية ونفسية من وراء هاي الأفلام الإباحية. فكرتكم رائعة، بقول لكم يسلم ايديكم، انتوا هيك حطيتوا ايدكم على الجروح، شكرا، استمروا، بتمنى اشوفكم تتكرموا، بتمنى اشوف فكركم بيصل لكل شاب، يدخل كل بيت، تبدا افكار صغيره بس رائعه جدا وفي الصميم. اشكركم جزيل الشكر، وبتمنى مواصله، مش موسم ثاني، اسمع موسم 100 و1000 واكثر وواصله، وان شاء الله الجيل راح يشكركم القادم على هذا الوعي اللي بتقدموه. شكرا جزيلا لكم.
Who knows the first two laws that Hitler implemented? Hitler, Yimach Shemo v'zichro, first two laws that Hitler implemented that not only put him in a different status than everybody else for the rest of history, but also made what's called until this day the biggest financial miracle in history. Who knows the first two laws? Before the Nuremberg laws. Before that, we're talking about years before it. Hitler first comes into power. What's the first two laws? Okay, I'll save you the time. Rule number one, no more pornography. No more homosexuality. None of that garbage. Not allowed. Berlin in the 30s, in the 20s, was the Sodom and Gomorrah of the day. They were the Las Vegas of the day. They were the Sodom and Gomorrah of the day. Homosexuality, pornography, all the bestiality, all the garbage of the world, that was the capital of the world. He outlawed it. You're no longer allowed. Closed all the bars, all the gay clubs, all the production, which were all run by Jewish people, unfortunately. Second rule. What's the second rule? Second rule was, you're not allowed to charge interest. No more interest. Now you would think, why? What does he care about interest? Well, because all the people that had the money, that lent the money out, were Jews. He didn't like it. So he said no more interest. Why? Because of the high interest that the Jews charged people was so high, it ruined, it destroyed the economy in Germany. They destroyed, just like they destroyed Russia a few years before that through their communism over there. Jews destroyed Russia, not Goyim. Jews destroyed. Communism is by Jews. Well, don't let anybody confuse you. You look at history, Karl Marx, all the other Reshaim, they're all Jews. Wicked, but nonetheless Jews. They destroyed Russia, and he wrote in chapter 2 of Mein Kampf, they destroyed Russia, now they're destroying Germany, that's why I have to destroy them. Now, this doesn't make he's right, point is, that's actually real true history. Now, he saw that the Jews are controlling the financial system, and they're charging such high interest, they destroyed the German economy.